السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله الحمد وشكر يا جباء إيمان ستين ما رسول زنا محمد مساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زيول عيب الله قدر يدبل ليم أمتاي سيولة فربوز البيم أمتاي سيو قويته سبحانه وتعالى نجاة وجليو الله سبحانه وتعالى قرآن ببايا كل نفس ذائقة الموت إحريك تروحون ويه تتكبدي ميتا الدنيا تتلايات ويه الله سبحانه وتعالى علي قرآن آية بين بايا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون باي سبحانه وتعالى وقت دي جاقرين يو وقت زينا بنا كدمينا مئونا تحرينا الدنيا بزال تسامت ما يسلتنا لدي جاقرون حدثهم إنياو يسلتنا زال إيلم متبه برت بزي تشيخلو غار بتشيمقنا نارقرون ملك الموت يديجي مياج أنا زالنت كوش بأمنت زيلا مخنا حلبة إحرى يموتخ مال لك روي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا خلق زو جمع بزتون يوما زي ملحي أنبياء جمع لإمام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا إحرى يموتحك انتا واحد سليمي كروميل ولكن هي يموتخ زد إر جاي خان تيجي راك تيزي نام هي مثلي تبعتي حلبانك هوجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زي موتو سا صحابتاج أحد قربا دنباج بسنبا يمسيننا موسيو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيفي يمسس رسول موته يلزال وانقصه كب آشع أخبا سيدنا عمر رضي الله عنه ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هوجي أبا بكر مسينا اللي حفظا يسا سيدنا عمر نسيب زوزو الستيوم يسا أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضى حفظا يما هي قرآن آية وذكره إنك ميت وإنهم ميتون مت بقويت سبحانه وتعالى أنبياء أجوا رسول أجوا ذكر خلق يوم مت بمسا شيو ولكن أنبياء أجوا رسول أجوا الله سبحانه وتعالى زملحي يمزت أوني يقافيا جنتيو إحري رسول زي موتو سا عليه الصلاة والسلام رسول متسيون الدنيا لمصيبة أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضى حفايم من بايو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بايو ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يموت زفرد بيو ذكر أمة جمع يموت ألوى أحد سليمي كرميل إحري مصيبة مثزات مصيبة زديجة سأخ من أين بنتواتا حناو أحد أوقام إلوم إلا و قويت زديجة و متكيب المراد مخنبي بلاي يزوم إنا لله وإنا إليه راجعون بايتي بمتكيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بايو عليه أفضل الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم إي إمام مسلم برزاشو حديث لبالوسو هوجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن مكامل زيتاو يئين بوصف آشو قويت سبحانه وتعالى نعمتسو بزا سوري مزيشيلم يوخانا قرونوي أي تستعيناتو زيسات يوخانا قرونوي يزيسات يو نعمت بيوي مؤمن مكامل زيتا شكري يا قبالوي مصيبة زارد بيوخانا نار قرونوي يم مصيبة زو بيوي صبر يا شميت واتا حلوي إحري هو مؤمن وي مؤمن مكامل زيتا كأسو حال زو بيم الزول خيرين تاوي بايو مصيبة بصبر موش زو بيم ثواب حلا زيسات يو نعمت بي الله سبحانه وتعالى زي مري واتاي بدوك زاشي وليم
الله فضل زو بثواب استحل ما كوسو حال بي مؤمن ليت خيري حلا باي رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حريم تحسن لي مكرومين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير خير يزت لي مدوما تا الدنيا تبزي قازو حوجي إنيا ويتليم دونالي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بايو إنيا ورسول الله وصحابتاج به إبراهيم دبي إسان لك دبي أي رسول لجزيو رسول لجزيو روح زيو توجي وإبراهيم بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكوت إنزيو بإبي كب تلوى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من بايو أخاكم يا رسول الله أي تبكين خوي بايا يسى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من بايو إنها رحمة بايو بكيتك إنها رحمة بايو كوتان يزو بحلة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنزي بإبي كب زايا سا يسى بايو رسول عليه الصلاة والسلام إن العين تدمع بايو والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا بايو هي إمام البخاري برزاش حديثه لما بالوسو حوجي إينو وي إبي يوج بيمتي بكأت بي قلبي مكفي لحل بايو ولكن هي مصيبة بين بايو أبدا أفسنا بيوج بنزال قويت راديو خم بنزال بلا يوج بنامل بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنيا ويتليم دونا لينتاوا حري يبور دي بنزال مصيبة بيم يم مصيبة ونتبات بازان صبري بينتا الله سبحانه وتعالى صبر بزي شيء لم يقافيه شوشنا هوجي تاع الدنيت به زيت لايتي بنا أباي واي حسنا الزلم الله رحمة سو بيت قاني ما الله عوفي يشله مشا وزال خبو التايبه يا الزيلة يا بوردينيت به سورة الفاتحة ومسنا قرن له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.